الله يعمل فيه جه لا يا شباب بسجل هم خليفه هم خليفه هم قال اختصر خليفه اسمع شباب خلي وزير عشان هاي شيء طيب انت بتبرح الناس اي حرام لا لا لي حق عليك اعطي اوامر قوم ويز وقتك لا انت لك كلام شخصيتك الانسان مني بلق في السن الحمد لله رب يعني في امريكا البنت من تلقى عمرها 18 سنه يعطون حرياتها شوف انت ولد ومشورب رجل لك كم هاي ست والله اقسم بالله لا روح ما تقول شيء انت تضحي بدمك هات هلك امك وابوك هات يضحك شنو؟ هل الوطن في صوب اول شيء الدخل الضحي حق شنو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه هل اسلوب العقم نقول شنو؟ الله الوطن الملك عدل؟ نعم فهمنا ديبا ما عليه لا خير من اخبار شباب شباب صغير حوا شباب ابن القذافي يا كان صير لي لو عسكري كان ما حيضحك لبنان كلها قايمه ها؟ لبنان كلها قايمه على البحرين هي بيفهم عن اختين اي شيء شباب يعني اخوان الضحك ما يصير شباب العمل جاي اهم شيء اخوان في الحراسات ان ليش الحراسه امانه دي والامانه قطعه من الجسم احنا اذا طرشكم مكان احنا صدق طرشكم مكان خطر ليش؟ ان انت ما عندك سلاح صح لا عندك اسلحه لا عندك شيء دوريك اللي قبل كيف اهم شيء اسلك بين المجموعه ما في شنو بس على وايك ياخذك يصير شيء امبارح سكه بنعطيكم ها شنو اول يا ود يا ود حفر يومنا خلي ياخذ كل واحد واحد كل واحد واحد بس ما عليه كل واحد اخوي